أسعد الله صباحكم الزول في اللون مشاهدينا الكرام مستمعي راديو الشمس فام في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة وجورنال واللي راح نطرقوا من خلالها إلى ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم الاثنين بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة. نبدأ معكم بمعرض الصحافة كل الصحافة الوطنية اليوم تحدثت على الشاب عياش النهار تحدثت كذلك عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام وكذلك التي جلبت تعاطف وتضامن كبير جدا مع الشاب عياش دراجي رحمة الله عليه والذي توفي داخل البئر بعد أن علق أو علق بين الوحل والمياه لمدة 6 أيام لحد الآن لم تسحب جثة الشاب عياش. هذه القضية التي كذلك أبانت على أن الجزائريين لما يكونوا في أزمة يكونوا كلهم بالتحديد سواء اختلفوا سياسيا أو اختلفوا اجتماعيا أو اختلفوا اقتصاديا لكن في أي أزمة يكونوا بالتحديد. كذلك أبانت أنه على السلطات العليا للبلاد أن تعيد النظر في قضية تسيير ولاة الجمهورية لولايتهم. أكيد أنه المواطن البسيط أبان أنه بحاجة إلى المسؤول الأول عن ولايته في أي أزمة يشوفها هو، رغم أنه الوالي ما عنده ما يقدر يقدم، مش هو اللي راح يهبط يجلب عياش ولا أنه هو اللي راح يعيد الحياة لعياش، لكن كان قادر أنه ربما يمتص الغضب أو تاع المواطنين أو كذلك أنه ربما يعبر على تضامنه مع مواطني ولايته من خلال وقوفه في مسرح الحدث لكي ينقص على كما يقولوا الوجع اللي ألم بالعائلة وألم بالجيران وألم بكل الجزائريين. أكيد أنه يجب إعادة النظر في تسيير الولايات كيف يتعامل الوالي مع المواطن، في النهاية هو رئيس جمهورية ولايته لابد أنه يكون يشوفه هو أقرب إليه. في قضية عياش نترحم على هذا الشاب الذي ربما حبه الجزائريين ولا جزائري يعرفه إلا أبناء منطقته ولا أبناء عائلته، ولكن كل الجزائريين ما يعرفوا الشاب عياش ولكن كلهم أحبوا الشاب عياش، كلهم تعلقوا بالشاب عياش، كل الأعين دمعت من أجل شاب عياش طالبة من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه في العليين وأن يرحم هذا الشاب عياش، أن يرحمه وأن يرزق أهله والدته أمس ذهبت إلى مسرح الحدث نادت قالت يا عياش كل الجزائريين جاءوا يحضروا عرسك اليوم. رحم الله عياش ورحم الله كل موتى الجزائريين الذين يذهبون كل يوم. كما قلت يجب إعادة النظر في كيفية تسير الولايات، الجزائريين يحبوا بلادهم ويحبوا أن يشوفوا المسؤول ديالهم قدامهم. إلى موضوع آخر نذهب إلى حج 2019 وين قال محمد عيسى أن هذا الحج لن يتجاوز 55 مليون سنتيم، وإن طمأن وزير شؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الفائزين بقرعة الحج لهذا الموسم بأن التكلفة لن تلتهب ولن تتجاوز 55 مليون سنتيم. كما توقع الوزير زيادة 1000 دفتر حج جديد وإجراء قرعة ثانية في حال تكرم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإضافة كوطة أخرى على غرار ما حدث في الموسمين الماضيين. نأمل أن يتكرم الرئيس بهذه الكوطة للأشخاص الذين لم يسعفهم الحظ بالفوز أو بجواز سفر الحج. طبعا 400 ألف مليار لتمويل الخزينة و 3000 مليار لمشاريع عدل، هكذا كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن قائمة التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الحكومة سنة 2017 بعد تعديل قانون النقد والقرض يمثل حوالي 28% من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4000 مليار دينار تم تمويل بها الخزينة العمومية إلى غاية نهاية سبتمبر 2018. المداومة إجبارية على مشرفي ومساعدي التربية خلال أيام العطلة، أجبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مشرفي ومساعدي التربية على المداومة أيام العطلة بداية من اليوم، وهذا حسب جدول المداومة الذي أشرف عليها مديرو المؤسسات التربوية. ويأتي هذا القرار في وقت رفضت فيه التنسيقية التابعة لها هذا القرار الذي سيحدث حسبها فتنة ويؤدي إلى احتجاجات. تشفير إلكتروني لرسائل الدكتوراه والماستر لمحاربة البلاجيا،
من قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنجاز مشروع الجودة قصد محاربة السرقة العلمية، إضافة إلى تنصيب لجان أخلاقية وإنشاء قاعدة بيانات لكل البحوث، كما يتم تشفير كل مذكرة، وهذا لتفادي السرقة العلمية والقضاء على هذه الآفة التي أصبحت لصيقة برسائل التخرج إلى البلاد. قال 3% فقط من التلاميذ يمارسون الرياضة. صرح البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة بأن عدد الأطفال المتمدرسين المسجلين في نوادي وفيدراليات رياضية لا يتجاوز نسبة 3%، وهي نسبة ضئيلة جدا وتفسر انتشار الآفات والمخدرات داخل المؤسسة التربوية وتنامي ظاهرة العنف. المحور ميهوبي يؤكد أن مهمة جان نوفال في القصبة استشارية بحتة، ونبرز وزير الثقافة أسدين ميهوبي أن كل المصاريف المتعلقة بخدمات جان نوفال ستتكفل بها اللجنة الجهوية إيل دي فرانس كليا المتفقة مع ولاية الجزائر، مؤكدا أنه لم يأتي لترميم القصبة حسب ما تنقله الشارع وأحدث لبسا، لأن القصبة يشتغل أو عليها 35 مكتب دراسات لترميمها. الموعد اليومي قالت المغرب يرفض تحليق طائرة جزائرية فوق أراضيه، وإن رفضت السلطات المغربية منح الموافقة بالتحليق فوق أراضي المملكة إلى طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مستأجرة من طرف أنصار شبيبة الثورة بحسب ما أفاد به مسؤول عن إدارة الجوية الجزائرية. المشوار السياسي قال داليا تطلق مسابقة لتشجيع المقاولاتية النسوية، وإن أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنيا داليا عن إطلاق الطبعة الثالثة للمسابقة الوطنية لتشجيع المقاولاتية النسوية لسنة 2019، وأكدت أن هذه الجائزة بدت تقليدا حميدا للقطاع، وكاد تسليط الضوء على مسار نساء مقاولات برزنا في ميدان الإبداع والابتكار. المساء قال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستقبل الوزير الأول أحمد ويحيى أمس بالجزائر العاصمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الهاشمية الأردنية أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين، حيث أبدى البلدان إرادتهما للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين، وذلك تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك عبد الله الثاني. إلى لوريزون قالت الفائزون بالجوائز، ونوشح الروائيون ناهد بوخالفة ومهني خليفي ورياض جيرود بجائزة آسيا جبار للرواية في طبعتها الرابعة خلال حفلة نظمة سهرة أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف الرحال بالعاصمة تحت رعاية وزير الاتصال جمال كاوان ووزير الثقافة عزدين ميهوبي وأشراف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لاناب والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. لدى باقة للتسليم 356 شاحنة متعددة الوظائف من نوع مرسيدس بنز، وإن قامت الشركة الجزائرية للوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز برويبا أمس بتسليم 356 شاحنة متعددة المهام لفائدة مؤسسات مدنية وعسكرية، منها 251 شاحنة لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، و141 مركبة لصالح مؤسسات اقتصادية ومدنية عمومية وخاصة.